يا عبيده، بقول لك يا حسن العطار فين؟ مش عاوزك تقلق، أنا عامل حساب لكل حاجة. يلا يا رجالة. واضح انهم كانوا عايزين يخلصوا مننا احنا الاثنين في نفس التوقيت. هتعمل ايه يا حاج؟ دفن الشريف بكره بعد صلاه الظهر. انا مش هدفن شريف قبل ما ادفن اللي عمل كده الاول. ما ينفعش يا زين، لو ما كانش عشان خاطر شريف حته واتقطعت من لحمنا كلنا يبقى عشان كانوا عايزين يخلصوا منك ومننا كمان. وانا بقى عاوز اخد حقي، انا لازم اعرف اللي عمل كده دلوقتي. ما ينفعش يطلع لي النهار. دفنة شريف بكره بعد صلاة الظهر، وشهادة الوفاة هتطلع سكتة قلبية تنبهوا على كل اللي كانوا موجودين. احنا ما عندناش حد اتقتل.
عايز سويت، مش عايز سويت. بدل ما تصوتوا قوموا اتوضوا وصلوا وادعوا له. سمحتي معلش عمي سليم عمل حادثة، ممكن تدخلي تبصي عليه؟ اه طبعا. اجمل بقى زين. دعوة حضرتك. يا حاج خير، هجم على دار الأيتام. امتى ده حصل؟ النهاردة، وحصل خسائر بس الرجالة وقفوهم. الشيخ سلامة في المستشفى. في حاجة كمان حصلت وما كنتش حابب أبلغك بيها دلوقتي في الظرف اللي احنا فيه ده. المخازن في ظباط راحت هناك وحرب اتكلم معاهم. الظباط من عند مين؟ اللي هو محسن. طب زود الحراسات على الشركات وعلى البيت. اهلا يا سياده اللواء، ازيك؟ وبعدين 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 يا متولي؟ عاوز ايه يا جلال؟ عاوز اعرف كل حاجه اللي انت عامل حسابها كان من ضمنها ان الراجل يموت ولا ما يموتش. لا، ما كانش من ضمنها انه يموت، بس هنتصرف. هنتصرف؟ لا، هتتصرف. انا غلطان غلطان ان انا ما سمعتش كلام هاشم وسيف. انا كان قلبي حاسس، كان قلبي حاسس انك انت هتودينا ورا الشمس يا متولي. لا يا حبيبي، انت كنت عارف كل حاجه من الاول. احنا ابتدينا مع بعض وهننهي الموضوع ده مع بعض كمان. ايه، هتعمل زي العيال وعاوز تهرب دلوقتي وتنفذ بجلدك؟ اشتغل يا اخويا. هو انت مش عندك قنوات فضائيه؟ طلع المذيعين بتوعك يتكلموا عليه، اقلب عليه الدنيا قبل ما يفوق. قبل ما يفوق؟ تبقى انت ما تعرفش زين العطار يا حبيبي. أنا ههرب، هسيب البلد وامشي لغاية لما الدنيا تهدى والحال يروق والطوفان يعدي. بنصحك إنك أنت كمان تهرب من البلد وتلم كل اللي حواليك. زين العطار هيقلب الدنيا فوق دماغنا يا متولي. شكلك تعبان ومرتاح شوي. ارتاح. حتى الموت لما جه خد اخويا وسابني. بعد الشر عليك يا زين، هو في ايه؟ بقالك كم يوم مش بتتكلم غير عن الموت. بعدين بقى انت عارف لا قدر الله لو جرى لك حاجه انا مش هعيش بعدك ثانيه واحده. محدش حاسس بيا يا جهاد. لا يا حبيبي، والله أنا حاسة بيك وفاهمة شريف كان إيه بالنسبة لك، بس برضو مينفعش كده. مينفعش، مينفعش أضعف، مينفعش أتكسر، مينفعش حتة مني تروح وأحزن عليها. حاول تنام شوي، عندك بكرة يوم طويل.
انت عارفة يا جهان ان انا مش هنام قبل ما اخد طاري، واللي عمل كده لازم تتنصب له جهنم تحت رجليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، كان النبي صلى الله